السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم معنا اليوم في هذا الفيديو الجديد. إذا كنتم أول مرة تشاهدوا القناة، ما تنسوش تشتركوا معنا في القناة بالضغط على زر الاشتراك، الزر الأسود اللي كاين أسفل الفيديو، وفعلوا زر الجرس باش تبقوا توصلوا دائما بالجديد ديال موديلات جلابة والقفطان المغربي. اليوم جبت لكم آخر ما كاين في الجلابة المغربية بالطرز الرباطي وبزواق المعلم، آخر ما كاين في الجلابة المغربية لهاد السنة هذه. كنتمنى إن شاء الله هاد التشكيلات تنال الإعجاب ديالكم. ما تفخروش عليا بالضغط على زر الإعجاب، زر لايك، باش نقول إن شاء الله دائما نشارك معكم الجديد آخر ما كاين في الجلابة المغربية. ما تنساوش كذلك تبارطاجوا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والواتساب لكي تعم الفائدة على الجميع. ما تنساوش مرة أخرى ضغط على زر الإعجاب، وشكرا لكاع الناس اللي كيدعمونا بالضغط على زر الإعجاب، وشكرا لكم على التعليق ديالكم اللي كتزيد كتحفزنا باش نبقاو ان شاء الله دائما نقدموا لكم الجديد ديال الجلابة المغربية. شكرا لكم على المتابعة، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.